دلع أمي الزيادة ليا سبب لي كارثة، وتورطت في مصيبة عمري ما كنت أتخيلها. أحكي لكم قصتي، لكن قبل ما أحكي بدعوكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، وياريت لو تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. من يوم ما وعيت على الدنيا وأنا بتعامل أحسن معاملة، أحسن معاملة ممكن تتخيلوها، لكن ما كنتش باخد بالي من كون أني مرفع زيادة شوية. كنت حاسس أن ده حق وأن هو ده العادي. ماما كانت دايماً جنبي، كانت بتقويني، ولما كنت أحب أستقوى كنت برضو بستقوى عليها. كانت دايماً معايا وبتتحملني. كان عندي أخت واحدة أصغر مني، مش فاكر ذكريات كتير لينا سوا لأنها ماتت وهي عندها سنتين. ولما رحت الثانوية العامة مات بابا، ورثت منه كل فلوسه، وبقيت عايش أنا وأمي بس. كنت بحبها جدا ومتعلق بيها جدا، وكانت هي كمان متعلقة بيا أكتر. ما كانش فيه غيري قدامها، فكنت أنا ونسها في الدنيا، وكان نفسها أن أكون مبسوط بأي طريقة. عشان كده عمرها ما قالت لي على حاجة، لأ كانت بتعمل كل اللي تقدر عليه عشان أكون سعيد في حياتي. لما رحت الجامعة حسيت قد إيه أنا وحيد ومليش أصحاب، كنت بفضل فترات كتير لوحدي، ما كنتش عارف إيه السبب. حاولت أتقرب من ناس كتيرة جدا، لكن بعد فترة قصيرة الكل كان لازم يبعد عني. لما اشتكيت لماما حسيت إنها زعلت، وإنها حست إني غلطان، وإنها كمان غلطت لأنها عمرها ما حاولت تخليني أعتمد على نفسي. كانت كتير جدا بتكلم أولاد أصحابها عشان تخليهم يكونوا معايا ويروحوا معايا الجامعة، لكن كنت مرفوض من الجميع. عشان كده قضيت فترة الجامعة كلها لوحدي تقريبا. بعد كده بعد ما خلصت الجامعة وأخدت إعفاء من الجيش، قررت ماما أنها تشوف لي عروسة مناسبة. ما كانش عمري دخلت في قصة حب بجد. صحيح كنت أعرف بنات كتير، وصحيح لما وعدت بنات كتير بالجواز، لكن عمري ما شفت أي واحدة فيهم مناسبة ليا أو تنفع تكون زوجة ليا ولا أم العيال. أو يمكن يكون السبب أني ما شفتش نفسي راجل يقدر يتحمل مسؤولية بيت وأسرة، أو خايف أخد قرار مصيري زي ده وأكون فيه لوحدي. عشان كده بمجرد ما ماما اقترحت علي عروسة قررت أن أسمع كلامها، وفعلا رحنا عند العروسة دي وتقدمت لها. بنت هادية ومحترمة، ماما قالت لي كده، وفعلا لما قعدت معاها حسيت نفس الإحساس اللي حسيته ماما. ماما حست كده من ناحيتها، وحسيت أن دي البنت اللي ممكن أعتمد عليها واثق فيها وتكون هي زوجتي وأم لولادي. وبعد فترة مش طويلة، حوالي 6 شهور، اتجوزنا، ومن هنا بدأت المشاكل. كل يوم كان بيننا خناقة على أتفه الأشياء. هي كانت شايفة دايماً أني متدلع وأني مش عارف أشيل مسؤولية، وكنت شايف أني مش لازم أكون متبهدل ومتمرمط عشان أثبت لها أني بشيل مسؤولية. ماما كان عندها فلوس كتير جداً ورثتها من بابا، يعني إيه الداعي أن أشتغل وأتبهدل؟ لكن هي كانت شايفة غير كده، وكانت مصممة أني لازم أشتغل أي شغل مهما كان المرتب، المهم أن أكون بشتغل. ما كنتش مقتنع بالمنطق ده ولا فاهم إيه فايدته. عشان أختصر عليكم الكلام، هي ما كانتش شايفاني راجل، ما كنتش مالي عينيها، بس أنا ماليش ذنب. الذنب كان ذنب أمي، عودتني أني ما شيلش هم حاجة، مفيش مسؤوليات أو ضغوط عليا، فطبيعي أن بعد الجواز أبقى مستني نفس المعاملة من مراتي. وكمان لما اشتكيت لماما، ماما وقفت في صفها، ودي كانت أول مرة ماما تعرضني في حياتي. صرت عليهم واتخنقت ومشيت من البيت وسبتهم. البيت كان فيه أمي في الدور الأول وأنا ومراتي في الدور التاني. مشيت، ما كنتش عارف أروح فين ولا هصرف منين. كنا في آخر الشهر وما كنتش لسه خدت منها مصروفي. كلمة غريبة قوي، أول مرة أحس إنها تقيلة كده. بس إيه يعني؟ يعني هتودي الفلوس دي كلها فين؟ ما في الأول وفي الآخر بتاعتي. بعد 3 ساعات رجعت البيت، رجعت ما لقيتش مكان غيره، لكن ما لقيتش مراتي. مشيت، سابت لي رسالة كتبت فيها أنا هرجع البيت لما أحس إني متجوزة راجل يقدر يشتغل ويصرف على نفسه وعليا وعلى ابنه. أنا حامل يا محمد، ومش هرجع إلا وأنا متأكدة إني أقدر أعتمد عليه. اتجننت، ما كنتش عارف أعمل إيه. ماما، مفيش غير ماما هي اللي هتحل المشكلة. جريت على ماما، لكن لقيتها بتقابلني بوش بارد جدا. فين لهفتها عليا؟ ليه كل ده؟ قالت لي إنها ندمانة جدا على طريقة تربيتها ليا، وإنها لو مكان مراتي
كانت هتتصرف نفس التصرف. قالت لي إن هي كمان مش عايزة تشوفني غير لما أبقى راجل يعتمد عليه. ما كنتش فاهم قصدها إيه. طلبت مني أمشي من البيت وما أرجعش غير وأنا بشتغل. أشتغل؟ طب أشتغل إيه؟ وأشتغل فين؟ ما كنتش مصدق إن ماما اللي بتقولي كده. اتخنقت معاها وقفت قصادي وطردتني. حسيت إني بحلم ومشيت في الآخر. افتكرت واحد معرفة، رحت عنده أقعد يومين. أنا متأكد إن ماما ساعة ساعتين وقلبها هيحن وهتتصل بيا زي ما أنا متعود منها في أي مشكلة. لكن الغريب إن عدى يوم واتنين ومفيش أي اتصال ولا حتى رسالة. استغرب، دي مش أمي، دي مش أمي اللي أنا عارفها، إيه اللي تغير؟ بعدها حسيت إن صاحبي بدأ يتضايق من وجودي، ده غير إنه بدأ يلقح عليا بالكلام، محدش بقى بيستحمل حد. فمشيت من سكت. أول مرة أحس بالإهانة. ما كانش قدامي حل غير إن أتصل بأمي وأقول لها تبعت لي فلوس أو حتى أرجع أعيش معاها. كلمتها مرة واتنين وما ردتش. معقول يا أمي للدرجة دي بقيتي قاسي عليا؟ في الآخر قررت إن أروح لها البيت. أنا ماليش مكان أروح فيه ومش واخد على البهدلة. وقفت على باب الشقة وخبطت أكتر من مرة وهي مش بتفتح. ناديت عليها، يا ماما يا أمي أرجوك افتحيلي. لقيتها بتكلمني من ورا الباب وهي كانت معيطها، لكن في نفس الوقت بتتكلم بقوة وعصبية. أنا عارف إنها مش حقيقية. وقالت لي، مش قلتلك ما تجيش البيت ده غير لما تبقى راجل؟ مش عايز أشوفك وما تكلمنيش غير لما تلاقي شغل وتعرف تعتمد على نفسك. مشيت وأنا دموعي على خدي. أول مرة أمي تعاملني كده. مش عارف هعمل إيه ولا هروح فين. ما لقيتش حل قدامي غير إني فعلا أدور على شغل، لكن مين هيشغلني؟ أنا ما عنديش أي مهارات ولا خبرة في أي مجال. عدى اليوم كله وأنا بلف على رجلي ومفيش حد راضي يشغلني ومفيش في جيبي أي فلوس. طب هاكل منين؟ أعيش إزاي؟ لكن المشكلة ما كانتش في الأكل، المشكلة كنت هبات فين؟ لقيت قدامي جنينة فاضية، قلت أقعد أريح فيها شوية لحد الصبح. وفجأة لقيت راجل شكله طيب بيقرب مني وبيقول لي، مالك يا ابني؟ إيه اللي مقعدك هنا؟ محتاج أي مساعدة؟ في حاجة أقدر أقدمها لك؟ قلت يا ريت لو تدلني على أي شغلانة، أنا معيش فلوس ومليش مكان أبات فيه. قال لي، عندي ليك شغلانة بسيطة جدا ومكسبها حلو، بس تعالى معايا. في الأول قلقت، لكن قلت لنفسي هو إلا هيجرالي أكتر من اللي حصل لي. أنا هروح معاه وهثبت لأمي ومراتي إني راجل ويعتمد عليا ومش محتاج حاجة منهم. قال لي، تعالى اركب معايا العربية والشغل مكانه قريب مش بعيد. وبمجرد ما ركبت معاه العربية اتفاجئت بحد ضربني بحاجة على دماغي. فوقت لقيت نفسي في مكان قذر جدا وراجل شكله مخيف داخل عليا بيقول لي، هتيجي بالذوق ولا اخدك بالعافية؟ صرخت وقلت له، تاخدني على فين؟ انت مين؟ قال لي، احنا هنفتح في بطنك فتحة صغيرة قوي وهناخد منك شوية حاجات محتاجينها. فهمت ساعتها ان عصابة لسرقة الأعضاء. حاولت أهرب لكن ما قدرتش، كانوا أقوى مني بكتير. ومرة واحدة لقيت حد دخل علينا الأوضة وبيزعق، مشي بسرعة، الشرطة دخل علينا، طلعوا برا. طلعوني برا المكان وسابوني. ما بقتش عارف أخد نفسي من الخوف. أنا كنت هضيع، وكل ده بسبب أمي. أنا مستحيل أرجع لها تاني مهما حصل. وفجأة لقيت ماما بترن عليا، ما فتحتش. حست بغلطتها، بس بعد إيه؟ بعد ما طردتني؟ بعد ما كانت حياتي كلها هتروح مني؟ رنت كتير وبرضه ما ردتش. ونمت على كرسي في محطة القطر. صحيت الصبح لقيت مراتي رنت عليا أكتر من 40 مرة. اتصلت بيها، قالت لي جملة كسرتني وهتفضل كسراني طول العمر. قالت لي، مامتك ماتت، تعبت بالليل وفضلت ترن عليك، انت ما ردتش. في الآخر رنت عليا، جيت عشان أخدها للمستشفى لكن ما لحقتش. رجعت البيت أخدت فلوس للمستشفى من فلوس ماما، حتى وهي ميتة برجع لها. اتدفنت وحضرت العزاء. كنت مكسور وحيد، كنت يتيم، عشت أيام في اكتئاب كامل. بعدها وقفت على رجلي، حلفت إني مش هاخد من فلوسها لحد ما أبقى راجل فعلا. دورت على شغل ليل نهار 7 شهور لحد ما لقيت زي ما أي حد عايز حاجة بيسعى لها بيلاقيها. رحت لمراتي، لقيتها في المستشفى، كان ميعاد ولادتها، وكان ربنا رايد إن أول يوم لابني يكون أول يوم ليا وأنا أب فعلا
قادر يتحمل المسؤولية.